كالسهم أقبل مسرعا فالمسجد الأقصى دعا، كالسهم أقبل مسرعا فالمسجد الأقصى دعا، والمسلمون صغيرهم وكبيرهم قد روعا، والمسلمون صغيرهم وكبيرهم قد روعا، فعدوهم متجبر سفاح، دمهم على أرض المساجد ساح، ورجالهم قد قتلت ونساؤهم قد رملت، وصغارهم قد يتمت وبيوتهم قد هدمت، والكل من هول المصيبة صاح، أقبل صلاح الدين، 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 طهر بسيفك أرضنا، أقبل صلاح الدين، أنقذ برمحك عرضنا إسلامنا وحماه، وأعد لنا الأمجاد. كثيرهم قد روعا، فعدوهم متجبر سفاح، دمهم على أرض المساجد ساح، ورجالهم قد قتلت ونساؤهم قد رملت، وصغارهم قد يتمت وبيوتهم قد هدمت، والكل من هول المصيبة صاح، أقبل صلاح الدين، 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 طهر بسيفك أرضنا، أقبل صلاح الدين، أنقذ برمحك عرضنا إسلامنا وحماه، وأعد لنا الأمجاد وأماننا وملاحم الأجداد. أقبل صلاح الدين، أقبل صلاح الدين، أقبل صلاح الدين، للنصر في حطين، للنصر في حطين. بعد تسليم البضائع سنبحر ثانية إلى الشرق. شكرا، لقد تسلمنا البضائع كاملة، مع السلامة يا رجال. انتظر، إلى اللقاء، إلى اللقاء. جيد، سأنزل أولا، اتبعني بالصندوق الآخر.
هيا يا غلام ساعدني. حاضر سيدي. سأحمل صندوق المجوهرات، لا تتأخروا. هيا يا غلام، التجار في انتظارنا. وصلت تجارتي من الشرق. هاي، سوف يزداد ثراؤك إذا يا عوف، وهذا رائع. ومن فورهم اندفع التاجران اليهوديان وآخرون إلى السوق لعرض بضائعهم وبيعها إلى وجهاء بلاد الفرنجة وأثريائها المأخوذين بكنوز الشرق والحالمين دوما باقتناء مصوغاته ومجوهراته النفيسة. إليك الثمن. إنها تساوي 3 قطع ذهبية. هذا كثير. 1000 قطعة لعطر شرقي. سأغزو الشرق يوما وأستولي على كنوزه. ليس عجبا أن نرى السفن الثلاثة تعود بعد إفراغ بضائعها مباشرة. إن ولع أثرياء الفرنجة ووجهائها يدفع بالتجار أن ينشطوا، فلا تهدأ لهم سفينة ولا يطوى لهم شراع. وكان لدى أمراء البلاد وأثريائها شعور بالفخر والخيلاء في دفع أغلى الأثمان لهؤلاء التجار، لأن ما يلبسون وما يرتدون شرقي شرقي. وحالما يستلم التجار بضائعهم من بحارة السفن يطيرون إلى أمراء الفرنجة وأثريائهم الذين ينتشرون في طول البلاد وعرضها، غير عابئين بالفقراء الذين يتحسرون وينظرون إليهم بعيون زائغة. أجل أجل، يودون لو يهجمون عليها وينتزعونها غصبا ممن يحملونها وممن يشترونها، لكنهم لم يفقدوا الأمل في اغتصابها. فكثير منهم سراق وقطاع طرق ليس لهم صناعة سوى السلب والنهب. ألجأهم ما هم فيه من الجوع والفقر والجهل أن يعيشوا عيشة الوحوش، يفترسون اللقمة ليدفعوا عن أنفسهم أفواه الموت، ويقتلوا بعضهم بعضا جاعلين سفك دمائهم فروسية يتباهون بها. صحيح، إنما يثيره الكونت بوهمان بين الناس لا غبار عليه أبدا. قولوا، لماذا نسكت على تلك البلاد؟ يجب علينا أيها الأمراء أن نغزوها، فبلاد الشرق تمتلك كنوزا وخيرات وفيرة، فما معنى هذه الغفلة أيها الرجال؟ لما نترك أهل الشرق يمرحون في ذلك النعيم؟ أحسنت، فما بالنا لا نذهب إلى تلك البلاد نهاجمها ونملكها كلها، وعندها نستولي على جناتها ولا ننتظر حتى ترد إلينا خيراتها. ولكن أيها السادة، هناك نقطة أريد أن أتحدث بها. ماذا سيكلفنا غزو تلك البلاد وامتلاكها؟ لا أعتقد أنها ستكلفنا الكثير أيها السادة. صحيح، فلدينا أعداد لا تحصى من اللصوص والمشاغبين والمتعطلين والمجرمين الذين تمتلئ بهم سجوننا. أيها السادة، سنجعلهم يخوضون مع أهل الشرق معارك طاحنة تهد قواهم لنصبح بعدها السادة عليهم. أفكارك ممتازة، لقد ملأت رؤوسنا بها. الغزو مشروع عظيم ونحن طوع أمرك أيها الكونت. قل متى التنفيذ؟ ليس الآن، تلزمنا الحجة نسوغ بها غزونا لبلاد المشرق. فكرت مليا فوجدت أن الكثير منا لا يستطيع أن يحج إلى القدس. أرى في هذا سببا كافيا. نحن لا نريد أن نغزو، وإنما العرب أجبرونا. هذه حجة قوية. هبوا، خذوا الأمر بقوة. هيا هبوا جميعا، تحركوا. الغزو إنه أملنا. أجل، إن الحجة في أيديكم أيها الأمراء. سنلفق ما يحلو لنا، سنكذب، ما رأيك؟ نكذب أيها الكونت؟ نحن نكذب دائما. أنسيت ذلك يا كونت؟ لا تنسى أن الجياع والمتشردين لا يثقون بنا أبدا. فكر جيدا أرجوك، هيا فكر بسرعة. من ترون أيها الأحباء أقدر الناس على أن يثير العواطف ويعبئ القلوب بالكره للعرب؟ سأقول لكم من هو. إنه ذلك الراهب. نعم أنت، ستقول إن العرب آذوك ومنعوك من أداء حجك. ماذا تقول يا بوهمند؟ لكن العرب لم يفعلوا ذلك. لن أتهم العرب زورا. ماذا؟ أيها الأحمق، افهم افهم، سأحطم رأسك. اسمعني، إذن أنت تمتدح العرب؟ لا، سوف نغزوهم.
بكم هذا؟ لقد اتفقنا وياك. هذا كثير جدا. لا لا أريد. إنه ثقيل جدا. لقد يا ولد. إياك أن تتحرك. سأحاول في مرة ثانية. يا قدس يا مدينة السلام، يا غصن الزيتون ويا غير الحمام، بين ربابك تنتشي القلوب وعلى شفاك تصحو وتنام. يا قدس يا مدينة السلام، يا غصن الزيتون ويا غير الحمام، بين رباك تنتشي القلوب وعلى شفاك تصحو وتنام. بعد 42 عاما في مكان آخر من البلاد، في قلعة تكريت نفسها التي قدمها بهروز حاكم عاصمة بلاد الرافدين إلى شاد بن مروان والد نجم الدين أيوب، والذي أصبح حاكما لها إثر وفاة أبيه،
أحب نجم الدين أيوب هذه القلعة كثيرا، وألف العيش فيها وصارت أشبه بوطن له، لكن الأقدار لا تريد لهذه الألفة أن تستمر. ومن بلاد الرافدين بدأ التاريخ رحلته في تسجيل الأحداث التي انتقلت فيما بعد إلى بلاد الشام. وصلنا إلى قلعة تكريت أيها الجندي، ينبغي أن نبلغ نجم الدين أيوب رسالة بهروزة بسرعة. أجل يا سيدي، لكني أشفق عليه، فهمومه كثيرة. أجل، فهاجس هذا القائد الشاب هاجس يشغل باله يوميا. القدس لا تبارح مخيلته أبدا، والأقصى قضيته الكبرى. شيركو، مضت أعوام طويلة والأقصى ما زال في أيديهم، إنه مسرى رسول الله. نعم يا نجم الدين، لن يطول ذلك. دعوني أدخل أفسح الطريق. سيدي قائد قلعة تكريت، سيدي القائد، سيدي نجم الدين أيوب. ما بك أيها الضابط؟ لقد أصدر الحاكم بهروز أمرا أن يخلي آل أيوب قلعة تكريت في هذه الليلة. كيف؟ ألم يكن في بغداد؟ وصل رسوله منذ لحظات يحمل نبأ الشؤم هذا. لقد تمادى بهروز في طغيانه، لا بد من رد حازم يوقفه عند حده. تمهل يا أخي أسد الدين شيركو، تمهل حتى نعرف ما الذي يحدث حولنا. ويهدد الوزير بهروز بقطع رأس كل من يبقى في القلعة بعد بزوغ فجر الغد. اغرب عن وجهي قبل أن أطيح برأسك. هيا انتظر، اذهب إلى كل من في القلعة وأبلغهم أوامرنا بالاستعداد للرحيل. سمعا وطاعة يا سيدي، سأذهب في الحال. كيف تقبل هذا الهوان يا نجم الدين؟ أنا لها إن لم تكن أنت كذلك يا أخي. الحكمة والصبر يا أخي، لا تنسى أن بهروز يضمر لنا الشر والعداء، ولن يغفر لنا لأن ساعدنا الأتابك عماد الدين زنكي على الهرب منه في خلال نهر دجلة إلى الموصل. الأتابك عماد الدين زنكي معلم كل أمراء الشرق، وبهروز دبر لقتله لولا أن وفقنا الله في إنقاذه. سيدي، ما الأمر؟ سيدي نجم الدين، لقد ولدت سيدتي. ماذا تقولين بهذه السرعة؟ ماذا ولد؟ إنه ولد يا سيدي، صبي، أقصد أنه أمير. الحمد لله، الحمد لله، هذه بشارة عظيمة، سوف أسميه يوسف، ما رأيك؟ لعل الله يحقق به صلاح ديننا. إن شاء الله، فلنلقبه إذن يوسف صلاح الدين. أخبريها وأبلغي كل من في القلعة أن يعد العدة للرحيل، سنرحل قبل الفجر حتى لو كان في ذلك خطر على ولدي يوسف صلاح الدين. إلى أين نتجه؟ نعود إلى ديارنا في أذربيجان. أذربيجان فيها قومنا وعشيرتنا، لكن يحسن بنا المسير إلى مكان نبني فيه قوة جديدة. علينا أن نبتعد عن تكريت بأسرع ما يمكن. أحسنت اختيار الوقت المناسب يا نجم الدين، الخروج من القلعة ليلا يحمينا من أعين الناس المتطفلة. أجل يا أسد الدين، الليل يغطينا بجرح ظلامه فلا يشمت بنا حاقد. يا لبهروز هذا، إنه الحاقد الوحيد يا أخي، إنني أعرفه جيدا. هذا الملك بليل أسود يخفي الشدة، هذا الملك ولن ننساك فلنا عودة، هذا الملك بليل أسود يخفي الشدة، هذا الملك ولن ننساك فلنا عودة، هذا الملك رغما عنا هذا الملك والآلاء تمزقنا ويخفف. تعال يا بني. عمي، ما حال أمي؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. كيف حال أخيك صلاح الدين يوسف في هذا البرد القارس؟ بخير يا أبي، تحميه أمي في لفافة من الفرو وتعتني به جيدا. هيا عد إلى ركب أمك يا بني. حاضر يا أبي.
ما رأيك أن نتجه إلى الموصل يا أخي ونلوذ بالأتابة عماد الدين زنكي؟ فهو لن يردنا وسيحسن استقبالنا. أعطي الأمر بذلك يا أسد الدين. أبلغ الأمير عماد الدين. حاضر. غدا لك بليل أسود يخفي الشدة، غدا لك ولن ننساك فلنا عودة، غادرناك رغما عنا غادرناك والآلام تمزقنا ويخفف عنا عزم وحنين للعودة. نحن الآن في مدينة جميلة من مدن الإسلام، فخرت بفرسانها وأبطالها وتألقت بحضارتها، وها هي تضم في أحد قصورها بطلا من أبطال التاريخ عماد الدين زنكي. مرحبا بكم في الموصل. مرحبا، أعتز بقدومكم، فقد أنقذتم حياتي وهذا دين علي، جزاكم الله خيرا. يشرفنا أن نكون سهاما في كنانتك، ندافع عن الحق. لقد وصلتما في الوقت المناسب أيها الفرسان. ابني نور الدين محمود، إننا نعد العدة لإعلان الجهاد في سبيل الله. الجهاد؟ نعم، سنسترد بيت المقدس. اللهم حقق النصر المبين على أيدينا. 42 سنة والقدس تنوء تحت طغيانهم. سنسير معا لتحريرها من فورنا. الطريق إلى القدس طويلة، فمن دون دمشق قلب الشام لا يتحقق هذا الهدف. إنها المكان المناسب لحشد الجيوش ثم الانطلاق إلى بيت المقدس لتحريره. انظر يا نجم الدين، انظر من القادم إلينا. أقبل يا تران، هات صلاح الدين يوسف إلى هنا. أسرع بأخيك يا تران، هيا أسرع. من هذا الشاب؟ ابني، أحد رجالك بإذن الله. والصغير؟ إنه صلاح الدين يوسف، ولد يوم رحيلنا من القلعة. يبدو قويا. إنه ضعيف وهزيل، بل فارس وقائد أيضا. انظر، فقد أمسك صلاح الدين بسيفي. اللهم اجعله خير فارس حملته خيل في سبيلك. هذا حصن بعلبك، مدينة التاريخ. خرجت مبكرا للتدريب بعد صلاة الفجر. سبحان الله، بعلبك جميلة عند الشروق. إننا نتدرب من دون جدوى، متى نتوجه إلى بيت المقدس؟ إننا نعد العدة ونحشد الرجال، وهم قلة في هذا الزمان. أبي وعمي والمعلم عماد الدين زنكي وابنه نور الدين وأنت، جميعنا نتوق إلى اليوم الذي نحرر فيه بيت المقدس. يا مجيب الدعاء، قرب إلينا ذلك اليوم. السلام عليكم أيها الفارسان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت أيها الصغير؟ أنا دياب، صديق صلاح الدين. أنتما أخوي؟ الشبه واضح. وتريد صلاح الدين، أليس كذلك؟ بلى. انظر، ها هو ذا قادم نحونا. ترى ما به منشغل هكذا؟ لا أدري، سنعرف حالا. صلاح الدين. دياب، أين كنت؟ بحثت عنك في كل أرجاء الحصن. هيا تعال معي، سأعرفك معلمي. اسمع، العلم مهم جدا يا دياب، والمبارزة مهمة أيضا. صحيح، لنغتنم فرصة وجود أخويك الآن ونتبارز أمامهما، فلدينا وقت طويل للتعلم فيما بعد يا صلاح، هيا. أمسك بالسيف جيدا ولا تتردد. افتحا عينيكما جيدا، هيا ستصبحا مبارزين قويين. ثبتا قدميكما جيدا، هيا بقوة أكبر. أحسنتما، لا تتراجع يا دياب. لا تستسلم، انهض، لقد أفسد الحبر الأوراق. أحسنت يا دياب، قاتلتك الفرسان الشجعان. أنت ضعيف، أوراقك جعلتك كذلك، ولن ترافقني إذا ما توجهت إلى بيت المقدس. ها
ماذا ينقصني حتى أصير فارسا ودمي ينسكب مثل هذا الحبر فوق أرض بيت المقدس؟ سيكون سلاحي العلم والسيف معا. أجل، العلم مهم جدا، سأتعلم وسأصبح فارسا أيضا. مرحبا بك أيها الفارس. مرحبا بك يا صلاح الدين، أين أخواك؟ لماذا؟ ماذا هناك؟ الفرنجة يعتدون على بيت المقدس مجددا. ليتني كنت فارسا كبيرا لأتصدى لهم. هل يعتدون على الصغار أيضا؟ أجل، إنهم يعتدون على الصغير والكبير معا. أهلا بولدي، بالفارسين النبيلين. السلام عليك يا أمي. وعليكما السلام. ما بكما؟ هل حدث شيء؟ لا، لا شيء. ولماذا أنتما في جناح الحرين إذن؟ ما الأمر يا بني؟ ما الأمر؟ لقد جئنا نبلغك أوامر القائد نجم الدين أيوب. وما هي أوامره؟ أمر القائد نجم الدين أيوب بنقل الضابط يوسف صلاح الدين الأيوبي نقلا نهائيا من جناح الحريم، كما أمر بضمه إلى جناح الرجال. هل جننت؟ هذا دياب وليس عدوك الحقيقي. كدت تقتلني. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعذرة. يقول الفرنجة إنه لا مثيل لنا في الانقضاض، يقولون كأننا نبعث من الرمل. سدد بدقة وسرعة، انسحب خطفا قبل أن يرد العدو، اهرب قبل أن يصيبك الفرنج بسهامهم. أحسنت يا صلاح الدين، سنتابع يا دياب. هيا، الجواد موافق أيضا. إلى أين؟ امضي في طريقك يا رجل، لا يحق لك الدخول إلى المسجد. ندخل حيثما نشاء أيها العربي، إلا المسجد الأقصى. إنه بيت الله المقدس. ابتعدوا من هنا. قد وصلنا إلى قصر الملك أمالريك يا سيدي ويليام. ينبغي الإسراع أكثر كي أبلغه الأنباء المهمة. سيدي، قتل في مذبحة الأقصى الآلاف من المسلمين والمسيحيين أيضا. ماذا؟ إنهم يعتدون على رجالي. لقد أثارت أصداء المذبحة نور الدين محمود. لا يمكنهم فعل أي شيء، لا تخاف. بل يمكنهم. اسمع يا مولاي، ما رأيك أن نقوم بأي عمل يلفت الأنظار بعيدا عنهم؟ أي شيء نفعل؟ أي شيء يا ويليام أيها المساعد الذكي؟ مولاي أمالريك ملك بيت المقدس، لنغزو مصر. مصر مرة أخرى؟ ولماذا؟ لأن نور الدين مشغول في دمشق وحلب والموصل الآن. لكن مصر بعيدة جدا. وقريبة جدا، انها في قلب الحدث. مصر هي الخير والثراء والقوة. لا، لكن جيشها قوي ونحن مشغولون بخلافاتنا. وهم ايضا مشغولون بخلافاتهم. فالخليفة الفاطمي العاضد حائر ما بين وزيريه شاور وضرغام. لا يزال العاضد مراهقا،
14 عاما سن صغيرة لحكم بلاد مترامية الأطراف يا وليام. إنها فرصتنا الذهبية. لا أريد تحمل المسؤولية وحدي. أوروبا غارقة في مشكلاتها، ومسيحيو الشرق لا يعتمد عليهم. نعم يا سيدي، فهم من العرب. وليام، إياك أن تقول لي استعن بالأمراء الصليبيين، فهم أصحاب أطماع. لن تجد أقوى من بيزنطة. ما رأيك؟ أسطول مانويل إمبراطور بيزنطة أسطول قوي، لكن مانويل لا يثق بنا. سيفعل يا مولاي، وسيتم بيننا وبينه حلف قوي، حلف جيوش ودم ونسب. نسب؟ ماريا ابنة أخي الإمبراطور مانويل لن يجد مولاي أمالريك أجمل منها للزواج. انظروا الحمامة البيضاء، إنها تطير في المكان ولا تهبط بسهولة. انتظروا قليلا، لا بد أن تهبط. أشر إليها، هيا أشر بقطعة قماش كي تستجيب وتهبط. ابتعدوا جميعا، ابتعدوا، الحمامة تفهم، ابتعدوا. أسرع أيها الضابط. حاضر سيدي. ماريا تزوجت بأمالريك زواج الفرنجة لبيزنطة. سيدي نور الدين، هذه بادرة حلف عسكري. الأمر واضح، لا يضيعون الوقت. والدليل أن أسطول مانويل بدأ يتحرك من موانئ القسطنطينية، إنه يمضي في هذا الاتجاه. وما وجهته يا ترى؟ سينضم إلى قوات أمالريك وسيبلغها بعد شهور. أعتقد يا سيدي القائد أن وجهتهم مصر. مصر؟ هل يجرؤون؟ تكلم يا صلاح الدين. لدي رأي يقطع عليهم الحلف. وكيف؟ نسبقهم وننطلق إلى مصر لحمايتها. وما جدوى هذا؟ مصر ركن في دعم جهادنا لاستعادة بيت المقدس، فإذا دخلها الفرنج أتونا من ورائنا وأطبقوا علينا. نجم الدين، ابنك صلاح الدين أصبح خبيرا بالسياسة. أنت علمتنا أن نرص الصفوف، وأن النصر يأتي عندما نكون على قلب رجل واحد. فإذا بسطنا سلطتنا على مصر خلصنا أهلها من تنازع وزرائها، وأنقذناها من أطماع الفرنجة فيها. أنا حاربتهم مع عمي أسد الدين في الإسكندرية، وأعرف عنهم الكثير. وأنا أعرف أن ملك التأتأة هذا يخشى من الهجوم على مصر، لأنه يخشى أن أتقدم إلى بيت المقدس. يجب ألا ننسى أن في مصر الوزير شاور، وهو سيفعل كما فعل الوزير درغام من قبل، سيبيع مصر مقابل الوزارة. لا أرى في تحالفهم ما يخيف، لكنهم إذا أرادوا القاهرة فعليهم أن يمروا من دمشق. كانت وحدة بلاد المسلمين هاجس نور الدين زنكي وشغله الشاغل، فاضطر إلى التوجه بجيشه إلى الموصل التي خرجت عن طاعته بعد وفاة شقيقه، وأرسل أسد الدين إلى حلب لاستردادها، فانتهز الفرنجة الفرصة وهاجموا مصر واحتلوا برها. زرعوا الرعد وزرعوا الهول في أرض السماء. هي الأخبار؟ قضينا على المقاومة، سحقنا مقاومة سكان بلبيس يا مولاي. عظيم، هذا عظيم. لعلهم يعتبرون ويكفون عن المقاومة. هل نعسكر هنا الليلة يا مولاي؟ أبدا أبدا أيها القائد، ازحفوا إلى القاهرة من دون أي إبطاء. لا 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 لابد أن يصل الخبر إلى القائد صلاح الدين وبأقصى سرعة. وفي القاهرة
ضج الناس بسبب أنباء اجتياح شواطئ مصر واقتراب الفرنجة منها، وكان أهلها يعانون الفقر والهوان ويشعرون بتخاذل الوزير شاور. اتق الله فينا يا شاور. ارحمنا يرحمك الله، أنت لا ترحمنا أبدا. اطمئنوا أيها الناس، اطمئنوا، الأمر بسيط. الفرنجة يقتربون ويحصدون كل شيء في طريقهم. أعطونا سيوفا لنحارب الفرنجة. ولما السيوف يا أخي ونحن لدينا عصي وحجارة؟ مولاي مولاي، قوات أمالريك تقترب من الفسطاط. يا إلهي ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب. اهدأوا أيها الناس، اهدأوا قليلا. كم بقي من جرار النفط؟ بقي 20,000 جرة فقط. أحرقوا الفسطاط وأحرق القاهرة القديمة. أيها الطائر الثمين، خبر مهم للقائد صلاح الدين، عجل بالرسالة إليه. سيدي القائد صلاح الدين، رسالة مهمة. هل من أخبار جديدة عن مصر يا دياب؟ نعم، عاد السلطان نور الدين إلى حلب ويطلب لقاءك بسرعة. خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. هيا هيا. وصل القائد صلاح الدين يا سيدي. أدخله حالا. حاضر. العاضد حاكم مصر الفاطمي يستنجد به. وزيراه يقتتلان على السلطة ويستعينان بالفرنجة على اقتتالهما. اتفق شاور مع الفرنجة وسهل دخولهم إلى مصر. يا لأهل مصر المساكين، وزير خائن وحاكم ضعيف، رسالته هذه تثير غضبي. خذ واقرأ. هو ذا شعر نسائي، إنهن يرسلنه إليك من قصري ويرجونك أن تأتي لإنقاذهن من إهانات الفرنجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لن تضيع مصر أبدا. ابعث إلى عمك أسد الدين شيركو في معسكر رأس الماء وليأتي في الحال، فإنه قد خبر أحوال مصر. استنفروا الجند وجهزوا العتاد وانتظروا الأوامر. حاضر سيدي. أيها الجند، إنما المؤمنون إخوة، وفي مصر إخوة لكم ظهرت عليهم الفرنجة يسومونهم سوء العذاب، فلنهب لنصرتهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الجند، إنكم تقاتلون عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وإني لا أرجو أيها الرجال أن يكون الله تعالى قد كتب باسمكم الفتح. الله أكبر، الله أكبر. رجالي مستعدون وتواقون إلى الشهادة. انظر، آلاف المقاتلين الأشداء، 6,000 فارس من معسكر رأس الماء وحده. سأسير بجيش آخر في الوقت نفسه باتجاه بيت المقدس، عسى أن يؤذن لنا بالفتح. اطمئن يا سيد الأتابك، سيكون أمريك معزولا تماما في مصر. والله لنطبقن عليه مثل الفأر في المسيدة. بارك الله فيكم جميعا، أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا بلادي فوق كيد المعتدين، الله أكبر، والأعادي سيطردون مذلولين. الله أكبر،
يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر والأعادي سيطردون مذلولي. أرضي دعت لب النداء هيا جيوش المسلمين. نصر لنا لا حرتدى ثوب الحقيقة واليقين. أرضي دعت لب النداء هيا جيوش المسلمين. نصر لنا لا حرتدى ثوب الحقيقة واليقين. الله أكبر يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر والأعادي سيطردون مذلولين. الله أكبر يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر والأعادي سيطردون مذلولين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استعدوا يا رجال، استعداد. قفوا على أهبة الاستعداد ولا تتحركوا. تفكرون في التراجع أيها الملك؟ ألم تسمع بنفسك أن جيش المسلمين يقترب من الفسطاط يا شاور؟ ألم تسمع بذلك؟ إذا فقدتم مصر فقدتم ملكا عظيما. تذكر عهودك أيها الملك. دفعت لك الجزية المطلوبة وفتحت لك أبواب القاهرة. واجبك أن تحميني منهم. أي جزية؟ وأية أبواب؟ وجيش المسلمين قد بلغ 100,000. 100,000؟ كأنهم بعثوا من الرمل يا شاور. سأهرب. ستأتيني الإمدادات من القدس أيها الجبان. مولاي أرجو أن تهدأ، دعك من ذلك الجبان الآن. لقد اقتربت قوات نور الدين في الشام من بيت المقدس. نور الدين؟ بيت المقدس؟ وأين أمراء الصليبيين؟ أين أرناط وريموند؟ أين إيزابيلا؟ هزموا شر هزيمة يا مولاي. لقد استولى نور الدين محمود على حارم يا مولاي، وهو يتجه إلى بانياس. ليس أمامنا إلا خيار واحد، أن نصالح أسد الدين وننسحب. ننسحب؟ معركتنا هناك في بيت المقدس أهم. أهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هرب الفأر الذليل من المسيدة. هرب الجبان أمالريك قبل أن أشطر جسده نصفين. الحمد لله الذي وفقنا بالنصر. هذا النصر ليس كاملا يا صلاح الدين. لدينا عمل كثير لبناء وحدة قوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهذه هي الفسطاط؟ أهذه مدينة عمرو بن العاص؟ إنهم يخربون دنياهم بأيديهم. أحرقها شاور من دون أن يرمش له جفن. ما زال يخرج بالطبل والبوق والأعلام من دون أن يجسر أحد على إلقاء القبض عليه. لن يفلت من دون أن ينال جزاء خيانته. أيدك الله، فلن يستقيم حكم مصر ما بقي حيا ينشر سمومه في كل مكان. أيها الكاتب. أمرك سيدي. اكتب للسلطان نور الدين وبشره بدخولنا مصر. سيطير كتابي مع الحمام الزاجل الليلة. سيفرحه النبأ. أتوق إلى الأخبار عن حملتهم نحو بيت المقدس. لابد أنهم أحرزوا انتصارا ما، فنحن لسنا كالفرنجة الذين انسحبوا من مصر بسهولة. السلام عليكم يا أهل الكنانة. إنه شاور يا صلاح الدين. الوزير شاور؟ ستلقى عقابك أيها الخائن. وابتهج الناس في مصر بانسحاب الفرنجة.
إذ عدوه فتحا جديدا بعد فتح عمرو بن العاص. أما أسد الدين فقد قلده الخليفة العاضد الوزارة ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش، لكنه توفي بعد شهرين وخمسة أيام وخلفه في الوزارة صلاح الدين يوسف. ما بك يا بهاء الدين؟ تبدو قلقا، ماذا هناك؟ ما زال الخوف يساورني، فأنا لا أثق كثيرا بالعاضد على الرغم من معرفتي أن أهل مصر يحبونك. هذا صحيح. أرى أن نوسع نفوذنا باتجاه النوبة والسودان، فأخبار العصيان هناك تقلقني. ما زالت سموم شاور وأكاذيبه تعشش بينهم وتشجع المتمردين، فأنا أرى. صلاح الدين خذ! ماذا هناك؟ توقفوا، لا تقتلوه. ذياب، ماذا فعلت؟ لما؟ خشيت عليك. تخاطر بنفسك؟ هذا ما كنا نخشاه. أرأيت؟ ها هي مخاوف بهاء الدين أصبحت واقعا. يجب التصدي لهم يا صلاح الدين. خذوه إلى البيمارستان. وهذا؟ حققوا معه، أريد معرفة من وراءه. بهاء الدين قرقوش، اعزل جميع خدم القصر وأبعد من لا يؤتمن منهم، وابذل المال للمصريين، فقد حرمهم ذو المشاور منه، وليعرف الناس أننا لا نطمع في ثروات بلادهم. الأخطار المحيطة بك في مصر كثيرة، ونور الدين في الشام يرغب في جعلها ظهيرا قويا ونصيرا صلبا، كيف السبيل إلى ذلك؟ سأقضي بنفسي على من يتمرد ولن أتراجع أمام مؤامراتهم. سأبني للإسلام قاعدة قوية ومأمونة في مصر، وأنطلق منها إلى بيت المقدس لأحرره بإذن الله. قد وصلنا إلى قصر الملك أمالريك. أشعر أنني كالفأر في المصيدة. قتل المؤتمن جوهر، قضى صلاح الدين على كل أعواننا. للأسف يا مولاي، كان يحاول طلب النجدة إلينا، ولكن رجال صلاح الدين أمسكوا رسالته لنا في خف رسول البلاط فانفضح أمره. ماذا أفعل؟ نور الدين يهددني من الشمال بقوات حلب، ومن الشرق بقوات دمشق، وها هو ذا صلاح الدين من الجنوب. يا لهؤلاء العرب، إنه الحلف الذي طالما أفشلناه. لا أمير الكرك ولا أمير عسقلان ولا أمير أنطاكية يمكن الاعتماد عليهم. نتوجه إلى بيزنطة يا مولاي، عليهم جميعا أن يدركوا انقلاب الأمور لصالح المسلمين. اكتب إليهم أن القدس سوف تسقط في أيدي العرب، فإما أن ينقذوها وإما أن يفقدوها. اكتب يا ويليام. إنهم يقصدون دمياط، وبهذا يصلون إلى القاهرة. قواتنا تنتظرهم هناك في استحكامات لم يرى ملكهم لها مثيلا، ستكون المفاجأة والقوة وراء إنجاح هذه الضربة. وهذه الضربة ستوجع الملك أمالريك، ولا سيما بعد مقتل شاور وهزيمة أعوانه في مصر. لهذا نراه أرسل إلى الغرب في طلب العون. صحيح. الطمع في هذه الأرض وخيراتها أعمى أبصارهم. لقد جمعوا حقدهم وطمعهم ثم ادعوا أنها حرب باسم الصليب. القسطنطينية والقدس يتحالفان ثانية للاستيلاء على مصر. مصر منيعة وعصية عليهم بإذن الله. أخفقت طلائعهم منذ رددناهم بمساعدة عمي أسد الدين شيركوه رحمه الله. إنهم يريدون الإسكندرية ودمياط. إذن علينا أن نتحرك بسرعة. أبلغ القائد البحري حسام الدين أن يغلق المراسي كلها ويسحب كل السلاسل. وجه فرقة إلى دمياط لحمايتها وأخرى إلى الإسكندرية. أرى أن نرسل إلى نور الدين محمود طلب المساندة بجيش من الشام لدعم الجيش. حصنوا بلبيس جيدا في الحال، فهي في حالة حرب، أخشى أن يهاجموها كعادتهم. سنكون مستعدين بإذن الله. تقي الدين يا ابن أخي رحمه الله.
طوع أمرك يا سيدي القائد. أنت قائد باسل وشديد الحماسة والذكاء مثل أبيك البطل. سيدي القائد، ستكون في قيادة جيش المسلمين تحت إمرة خالي شهاب الدين الحارمي حتى يتحقق النصر لنا بإذن الله. هيا يا رجال، القائد صلاح الدين يأمرنا أن نغلق المراسي كلها. هيا بسرعة. لا تقلق يا سيدي، أجر العجلة بقوة. هيا ساعدني، إنها ثقيلة جدا. هذا جيد. هيا اسحبا السلاسل بقوة أكبر. هيا إننا نحاول جهدنا. لا تقلق. لقد نجحنا، نجحنا. مولاي، غرقت معظم سفن الامبراطور مانويل البيزنطي وقتل الكثير. سيصل المدد بالتأكيد. على العكس تماما يا مولاي، عاد أدراجه إلى القسطنطينية. هذه كارثة لم تكن في الحسبان. لا، لا أريد أن يعلم أحد من الفرسان الصليبيين بهذا الأمر. ماذا جرى لفرسان الصليب؟ إياكم، إياكم والهزيمة، إياكم والاستسلام. إن أوروبا ومسيحيي الغرب يتوقعون منكم الكثير. الأمطار يا مولاي، لقد فاض النيل فتحولت معسكراتنا إلى مستنقعات وانتشر الوباء. أمطار؟ ماذا نقول؟ تراجع جنودنا وفرساننا أمام أمطار؟ والطعام يا مولاي، لم نجد شيئا نأكله. أتجوعون أيها الفرسان وأنتم في مصر؟ إنه الحصار، فلم نعد نجد طعاما نأكله. كلوا أي شيء، كلوا الشجر. فعلنا ذلك، أكلنا الشجر والأعشاب كالحيوانات. صحيح يا مولاي، الموقف خطير جدا. وما العمل أيها القائد أرناط؟ بل ما العمل أيها الملك؟ أنت في الميدان، ما رأيك؟ ألحق بنا صلاح الدين الهزيمة في 50 يوما فقط. أنتم سبب هذه الهزيمة. لذلك ليس أمامنا غير طلب الهدنة ثم الانسحاب. وليام، صلاح الدين يحتاج إلى تثبيت سلطته في مصر. جررناه إلى المواجهة في وقت حرج، إنه يتقن فن الحرب، لذلك سيستجيب للهدنة. لم يبقى أمام صلاح الدين ما يخشاه في الداخل، فقد أصبحت قاعدته في مصر قوية، وبدا احتمال ظهور الفرنج ضعيفا بعد الهزائم المتلاحقة التي منوا بها. وتغير ميزان القوة في عهد صلاح الدين، فبعد أن كان نور الدين زنكي يهاجم إمارات الفرنج للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له مصر منهم، أصبح الوضع مغايرا تماما، وصارت مصر قاعدة قوية تنطلق منها الهجمات على حدود الفرنج للتخفيف من الضغط الذي تتعرض له بلاد الشام بسبب هجوم الفرنج عليها. بهاء الدين، يجب أن نحصن القاهرة. هناك سور حول الفسطاط وآخر حول القاهرة. أريد سورا واحدا للقاهرة والفسطاط تحرسه حامية قوية، وأوصيك أن تبني هنا على نهر مرتفع من المقطم قلعة حصينة تشرف على القاهرة مثل قلاع الفرنجة في الشام، وسوف تكون مقرا للحكم. ونعم الرأي، سأبدأ في الحال. نفذنا ما أمرت به وأرسلنا الرجال لعمارة قلعة التنيس بالإسكندرية. والمدارس أيها العادل، أريدها عامرة منيرة، فالأمان والعدل يجب أن يثمرا علما ونورا. علمتنا المعارك أننا بالعلم نتحد وتزول الخلافات، وهكذا نصبح بحق جند الله على الأرض. أخي العادل، أوصيك خيرا بمصر. ولماذا توصيني بها؟ لأنك ستخلفني بإذن الله في حكمها. أنا؟ وأنت؟ مات معلمي نور الدين زنكي
وهو عاتب علي لتأخري عن بيت المقدس، وإني لأرجو أن يكون الأمر قد استوى لنا في مصر، وسأبدأ من الآن إن شاء الله الجهاد من أجل تحرير بيت المقدس. سيد القائد صلاح الدين، ماذا وراءك يا دياب؟ أقلقتني. اطمئن يا سيدي، أردت فقط أن أبلغك بموت الملك أمالريك. لما الخلاف يا ريموند؟ أرناط، الأمير ريموند يحكم طرابلس، والفارس أرناط له الكرك. بموت الملك أمالريك يجلس أخوك الصغير هذا على العرش، ويصبح بلدوين الرابع ملك بيت المقدس. بلدوين الرابع هذا شقيقي، وأنا وصية عليه. صحيح أنت وصية عليه يا إيزابيلا، ولكنك تزوجت حديثا بالفارس جي. ماذا تعني يا أرناط؟ بحكم الوصاية ثم بحكم النسب سيصبح الفارس الفرنسي جي لوزيان ملك بيت المقدس. وما الذي يزعجك في ذلك يا أرناط؟ أنت فرنسي مثلي، وتزوجت وريثة حصن الكرك الذي آل إلينا بالنسب. سنظل نتشاجر هكذا ونترك صلاح الدين يضيق الخناق علينا. أنا لا أخافه. لا يأخذك الغرور يا صديقي، فقد ضرب صلاح الدين حصارا قاتلا علينا، ولا تنسى أن المسلمين ومسيحيي الشرق يقاطعون بضائعنا ويرهقون اقتصادنا. أنا استسلم أم نحارب ونلقن صلاح الدين درسا لتجرؤه على محاولة قلب الأمر علينا؟ الحقيقة يا فرسان الصليب، أخشى أننا ننحدر من قوة إلى ضعف، في حين يسير المعسكر الإسلامي من ضعف إلى قوة ومن تشتت إلى وحدة. صلاح الدين يوحد كل الإمارات المسلمة التي جهدنا في تفريقها وعزل بعضها عن بعض. لكن أبي ترك لنا مملكة قوية. المسلمون يؤمنون أن هذه أرضهم وقد اغتصبت منهم في فترة ضعف. ما أملهم؟ من يقاتل لاستعادة حقه يقاتل بقوة لا يعرفها من يقاتل عن ملك مغتصب. ماذا تريدون أن تفعلوا؟ لقد مللت حديثكم. قل ماذا ترى أيها الفارس أرناط؟ سأوجه إلى صلاح الدين المشغول الآن بتوحيد المسلمين ضربة قوية، سوف أصرفه عنا بمصيبة تدميه. ماذا قلت؟ أنا لا أصدق، ما هذا الكلام؟ مولاي، هذه المعلومات وصلت مع الحمام الزاجل. أرناط؟ أجل يا مولاي، سار بمحاذاة الشاطئ المصري للبحر الأحمر حتى ميناء عذاب المصري المواجه لميناء جدة؟ نعم، واستولى على سفن تحمل بضائع هندية، ثم هاجم قافلة كبيرة كانت آتية من وادي النيل بلا حراسة. وماذا فعل هؤلاء القراصنة أيضا؟ أقلعوا من ميناء عذاب وعبروا إلى أن أغاروا على ينبع ميناء المدينة المنورة. وقوافل الحجاج؟ للأسف فعل ذلك، أغار على ميناء رابغ وهو أهم ثغر يؤدي إلى مكة المكرمة. ماذا قلت؟ مكة المكرمة؟ وأغرقوا فيه سفينة من سفن الحجاج. حسنا، انتظرني يا أرناط. طير لنا الحمام الزاجل رسالة عاجلة من الناصر صلاح الدين. ما الخطب يا مولاي؟ بل مصيبة يا حسام الدين، عليك أن تعبر بأسطولك في الحال إلى الطرف الآخر من البحر الأحمر. أسطولي مستعد أيها العادل سيف الدين أبا بكر، ولكن ما الأمر؟ عليك اللحاق بالقراصنة الصليبيين بقيادة أرناط، لأنهم أغرقوا سفن الحجاج. والله والله لن تنتهك حرمات الله في عهد صلاح الدين أبدا. نعم، فما فعلته جريمة. أن أؤدب هذا القائد المغرور جريمة؟ بل أنت المغرور، فقد كنت سببا لمقتل كل رجالك، وخسرت أسطولك، وقلبت علينا حلفاءنا من العرب أعداء صلاح الدين، لم يكونوا ليقبلوا الاعتداء على الحجاج المسلمين، إنهم يهتفون الآن بالثأر في كل مكان. سأخرج إليهم. ألم نوقع معهم هدنة منذ 3 أعوام؟ وأي هدنة؟ ما فعله أرناط بقافلة الحج إلغاء لأي هدنة سابقة. لا تقلقوا، أنا أعرف ما سأفعله بصلاح الدين. المهم أن نعرف نحن ما سيفعله صلاح الدين بنا. الله أكبر، الله أكبر. أين القائد عيسى العوام؟ أنا هنا يا مولاي. أرنا ما لديك يا عوام. ها
هذا السيف من الفولاذ المسقي، مصنوع في دمشق يا مولاي، انظر إليه. وطورنا الرمح المصوب نحو السماء وجعلنا الترس نصف دائري. أريد أن أطلع السلطان على أحدث ما طورنا من الأسلحة. أما هذه يا سيدي فهي قوس مخيفة، أسميناها قوس الحاسبان. لقد سمعت بها، أليست التي تطلق 5 رماح قصيرة متتابعة؟ نعم يا سيدي، لكن هذه القوس تقذف عدة سهام في عدة اتجاهات وفي وقت واحد يا مولاي. ومن أين سنأتي بالسائل الحارق؟ سنحضره من عكا. لكن عكا محاصرة. عكا على البحر وأنا العوام. أين الكاتب فاضل؟ مولاي، أبلغ أخي تورانشاه في رسالة بالرمز، نحن مستعدون لمجابهة العدو برا وبحرا، وسوف نسير إليه إن لم يهاجم. ما رأيكم أن تعسكر قواتنا هنا؟ موافق. صفورية أنسب مكان، فيها الماء والكلأ، وتقع في منتصف الطريق بين حيفا وطبرية. ما رأيتك هذا العسكري مع صلاح الدين من قبل، من المؤكد أن صلاح الدين يفكر في الوصول إلى حيفا. لا تضر النار كثرة الحطب. الداهية اختار حصاره لنا في هذا الجو الحار اللزج. سيكون هذا الصيف حارا جدا، بل ملتهبا. أحسنتم، انتشار جيد للقوات. فاروق شاه، سيدي، ما موقف الإمدادات؟ لقد وصلت قوات كبيرة من مصر ودمشق. تقي الدين، سيدي، حدثني بأخبار معسكر الفرنج. ضربوا خيامهم عند صفورية ظنا أنك متجه إلى حيفا. إذا نواصل الخدعة، تابعوا إرسال إشارات مضللة لجواسيسهم. أخبرني من يقودهم. أرناط حاكم الكرك، وجي ملك بيت المقدس، وريموند حاكم طرابلس، ومعهم إيزابيلا ابنة أماريك زوجة جي. لا شك أن الله قد ساقهم إلي. سنواصل حصار قلعة طبرية وعكا أيضا حتى تسقط القلعة وحدها. واضح؟ أيها القائد الناصر، هل لا أخبرتني إن كنا متجهين إلى غربي طبرية؟ نعم، هذا ما أريده. اجعلوا البحيرة وراءكم واردموا هذه الآبار. نردمها؟ أجل، فالحرب خدعة. لا أريد أن يطول حصار طبرية، فلن تصبر عساكرهم من دون ماء للشرب. اردموا هذه الآبار وامنعوا ماءها بسرعة. هيا يا رجال. فارس أنت أم طفل؟ أول مرة أسمع عن جندي يشكو أن الغوذة تلسعه في رأسه. مولاي، الحر قاتل وخانق، السيف من حديد والغوذة من حديد، حولتهما الشمس إلى نار حارقة. سيدي أرناط، الغوذة تلسعك أنت أيضا؟ أنا ضابط مسؤول عن جنود، وجنودي يشكون من ندرة الماء. ندرة الماء والمعركة لما تبدأ بعد؟ هيا تصرف أيها الضابط. لن نخرج لمواجهة صلاح الدين، الأفضل لنا نحن أن نبقى هنا في صفورية. لماذا؟ لأن صفورية قريبة من مواقعنا وإماراتنا على الساحل. ماذا تعني؟ بقاؤنا هنا سيدفع صلاح الدين إلى التحرك من طبرية إلى صفورية لمواجهتنا، وعند ذلك يصل جيشه إلينا منهكا ومكدودا. أحسنت. وبذلك يسهل الانتصار عليه. خطة رائعة. لا تسخر من خطتي أو هات بديلا عنها. هذه بلاد صلاح الدين، ويستطيع أن يصل إليه أي إمداد في أي وقت، وقد وحدها لهذا السبب. كلنا يعرف ذلك. إذن علينا أن نهاجمه نحن بسرعة وقوة، وقبل أن يصل إليه الإمداد. وأنا أؤيد أرناط. وأنا موافق. هذا جيد. هيا يا فرسان الصليب، تحركوا للقضاء على جيش صلاح الدين. لا لا
وصلنا إلى غربي طبرية ولا أثر لجيش صلاح الدين. لقد هرب. أشك في ذلك. سيدي، لا أثر لجيش صلاح الدين. لقد حل الإعياء برجالي والماء قد نفد. هناك آبار مياه قريبة، اجلبوا الماء منها. لأن الآبار مردومة. الآبار مردومة. سيدي صلاح الدين، لقد نجحت الخدعة، منعنا عنهم الماء يا سيدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الجنود، الحمد لله، إنما نفوز عليهم بعون الله. ما زالت الطريق أمامنا طويلة، فهيا إلى العمل، اتبعوني هيا. رأيت يا أرناط؟ لابد من الهجوم علي. أترضيك حالة جنودك؟ خدعنا صلاح الدين. لأنكم نسيتم أن الحرب خدعة. لم نعد نتحمل الحصار حولنا، الجنود ينهارون، لابد من الانسحاب. أرفض. بدأت عجلة الحرب بالدوران، ولا بد أن نخوض الحرب. يجب كسر الحصار وإلا تحطمت سمعة فرسان الصليب. بلغني أن هناك ثغرة خالية من الرجال عند التل الشرقي، ثغرة في تحصينات صلاح الدين. إنها فرصتنا، لا تضيعوا الوقت وهجموا باتجاه تلك الثغرة. استعدوا، قوات ريموند تتقدم نحونا. نفذوا أوامر القائد صلاح الدين، تظاهروا بالانسحاب وتراجعوا أمامهم. نجحت الخطة، اهجموا. إنهم يفرون أمامنا، هيا. ما الأخبار يا عمر؟ كما خططنا تماما يا سيدي، قوات ريمون تتقدم نحونا. الحمد لله. هل ابتعدوا عن معسكرهم؟ نعم، لم تعد لهم قوات تربطهم بالقاعدة. إذن التفوا حولهم بسرعة وأحكموا الحصار حولهم. سيدي، يا سيدي الأمير ريموند، يا سيدي. ما بك؟ جيش صلاح الدين، إنهم يلتفون حولنا. يلتفون حولنا؟ لقد استدرجونا، إنه صلاح الدين، ذلك الداعية. خدعوك وأوهموك أنهم ينسحبون. علينا التصرف بسرعة. ليس أمامنا إلا القتال، سيكون انتحارا في هذه الحال. والاستسلام انتحار أيضا. كيف سنقاتل من دون خطوط تربطنا بالقاعدة في صفورية؟ فيما تفكر؟ وماذا تقترح يا صاحب الأفكار المهمة؟ الانسحاب. الانسحاب يضر بسمعتنا، سوف يشمتون بنا في أوروبا. وأنا من واجب إنقاذ هؤلاء الرجال. يا رجال، الحرب كر وفر، وليس أمامنا الآن غير التراجع إلى طرابلس. هي الهزيمة إذن. الحمد لله، عك في أيدينا والجليل كله، وعسقلان ومدن الساحل في الشام أيضا. كانت ضربة موفقة. كنت أعرف أن الإمارات الصليبية لن تحتمل أكثر من معركة حاسمة واحدة، ولن تصمد بعد حطين. إنهم يجمعون قواتهم في صور الآن. لا تقلق، فبتحريرنا بيت المقدس تسقط صور وغيرها. ومتى يأذن الله بالزحف المقدس إلى بيت المقدس؟ أيها القائد البحري حسام الدين المصري. نعم سيدي. عليك بحراسة جميع الشواطئ وتأمينها حتى تكون في مأمن من العدو. أريد فلسطين معزولة من البحر. اقطعوا الطريق على كل إمداد يأتيها من أوروبا. سأبدأ في الفجر حصاري لبيت المقدس إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا 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 لا
السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام يا دياب. رسول من بيت المقدس يريد مقابلة القائد الناصر. ما الأمر؟ سيدي القائد صلاح الدين، قائد حامية بيت المقدس يعرض عليكم الهدنة. هو يعرض الهدنة ونحن نرفض أي مهادنة، وجئنا لتحرير بيت المقدس. لقد أقسمت أن أقتحم المدينة بحد السيف، ولن يحلني من قسمي إلا تسليم المدينة من دون قيد أو شرط. سوف أبلغه ذلك. اسمع، عندما احتليتم القدس قتلتم جميع أهلها من أطفال ونساء وشيوخ. نحن المسلمين لا نفعل ذلك. كان صلاح الدين التقي النقي الشديد البأس العفيف اليد الطاهر القلب، يعلم أن النصر ثمرة الجهاد المتواصل المنظم الصادق. بارك الله فيك يا تقي الدين، تستحق بحق أن ترث بطولة أبيك أخي شاهنشاه. لم أفعل غير تنفيذ خطتك يا عماه، وها أنا ذا أفي بوعدي معك في حطين. عفوك سيد القائد، ماذا عندك يا عيسى؟ أقوال أم أفعال؟ الأقوال أعرفها وهذا زمن الأفعال. أحضرت السائل الحارق، إنه معي. الحمد لله، هكذا أبدأ القتال في حطين. أخبرني يا فاروق، هل الأجناب في مواقعها؟ نعم، وفق الخطة المرسومة خلف تلال حطين. وماذا عن القلب؟ إلى القلب بإذن الله. إذن أحرق الأعشاب حول القلعة فيعمي الدخان عيونهم، عندها لن يروننا. وقام فرسان الفرنج بهجمات متتالية من موقعهم، وردهم المسلمون بكل بسالة، وكانت حملاتهم تصطدم بجدار صلب فترغمهم على التراجع، فاقدين قسما كبيرا من قوتهم. اهربوا، انه صلاح الدين، انه صلاح الدين. الله اكبر، الله اكبر، يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله اكبر، والاعادي سيطردون مدلولين. الله اكبر، يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر، والأعادي سيطردون مدلولين. أرضي دعت لب النداء، هيا جيوش المسلمين، نصر لنا لا حرتدى، ثوب الحقيقة واليقين. أرضي دعت لب النداء، هيا جيوش المسلمين، نصر لنا لا حرتدى، ثوب الحقيقة واليقين. الله أكبر، يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر، والأعادي سيطردون مذلولين. الله أكبر، يا بلادي فوق كيد المعتدين. الله أكبر، والأعادي سيطردون مذلولين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا 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 سيطردون مدلولين.
يا جيوش المسلمين نصر لنا لا حردنا ثوب الحقيقة واليقين أرضي دعت يبكو النداء هيا جيوش المسلمين نصر لنا لا حردنا ثوب الحقيقة واليقين الله أكبر يا بلادي فوق كيد المعتدين الله أكبر والأعادي سيطردون مدلولين الله أكبر يا بلادي فوق كيد المعتدين الله أكبر والأعادي سيطردون مدلولين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستمر القتال في حطين، وتساقط رجال الفرنجة أمام الهجوم الضاري على الرغم من استعداداتهم، حتى سقطت خيمة الملك جي ووقع في الأسر، وتمت تصفية أضخم جيش لم تحشد مملكة الفرنج مثله من قبل، وكان صلاح الدين المنتصر ناصر العالم الإسلامي بلا منازع. كونوا على حذر ولا تتخلوا عن حماية انتصاركم. هيا يا رجال. هيا. الله أكبر. الله أكبر. والعزة لله وحده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها الجند، الحمد لله الذي نصرنا على عدوه وأقام العدل في أرضه وأبان لنا الطريق الحق المستقيم، والحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام وأعاننا على النصر المؤزر ورد الكيد إلى الكفار. آمين. سيدتي، يجب علينا أن نهرب بسرعة يا سيدتي. نترك عتكة؟ نهرب؟ نهرب إلى أين؟ كل الأمراء الصليبيين فروا إلى مدينة سور، ووصل صلاح الدين إلى مشارف بيت المقدس. إنه يستثمر ظفره في حطين ويحصد الفرسان والمدن أمامه. صدقيني يا سيدتي، لا شيء يقف في طريقه، يجب أن نغادر بسرعة. نعم بسرعة. وهل نترك بيت المقدس؟ سنفر بأرواحنا. لن أتركه لصلاح الدين. سيأخذه عنوة شئنا أم أبينا. اهربي بجلدك يا مولاتي، اهربي. وكنوزي وثروتي؟ لا، لن أفعل. كل هذا وهم، صدقيني. إذن لن أتخلى عن وهمي. أيها الرجال، نظفوا المسجد الأقصى وطهروه من الدنس. العدل 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 يا صلاح الدين. العدل احنا يا صلاح الدين، حتنا نستجير بك. سيدي سيدي صلاح الدين، لقد عفوت عنكم جميعا. ستحملكم السفن من الساحل إلى بلادكم، وستوزع لكم مخصصات مؤونة تقيكم الحاجة. تركنا فرساننا وبطاركتنا من دون سند. لن يعرف التاريخ مثل نبلك وكرمك يا صلاح الدين. يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله، نصر الله الذين نصروه. أصبح المسجد طاهرا، رششناه بماء الورد، وصار في إمكاننا إقامة صلاة الجمعة فيه. هل وصل المنبر الخشبي من حلب؟ وصل المنبر الذي أعده نور الدين زنكي رحمه الله قبل 20 عاما للمسجد الأقصى. 20 عاما؟ رحمه الله، كان يأمل أن يفتحه الله على يديه. هل فعلتم ما أمرتكم به؟ استخدمنا الصناع والبنائين لتحسين المسجد وتجهيزه كما أمرت، كما أننا نقلنا المصاحف الحسنة والجديدة إليه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.
إنه لا أشبه ما يكون بالفتح الذي كتبه الله لعمر بن الخطاب. وقطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.